فمش هسألك هتأكلني ايه عشان طبعا معروف انا جاي اكل ايه. بس على شرط واحد، انك تعرفني على كل خباية الكشري بتاع ابو طارق. شرط وامر الله. نور وامر الله. يلا بينا. احكي لي بقى ايه على الصلصه. حضرتك الصلصه بنجيب الطماطم نغسلها كويس. تمام. بعد كده نفرمها. تمام. بعد كده نصفيها متقشره طبعا الاول. بعد كده تتصفى. بعد كده ترفع على النار مده قد ايه؟ مده نص ساعه لحد ما تستوي. بعد كده بجيب الزيت واعمل الطشه. تمام. زي ما احنا هنعمل دلوقتي كده. على حضرتك نجيب ثوم وزيت. ثوم مهروس. تكون الصلصه استوت. يوم جايبين الثوم دوت عاملينه يعني بزيت. الصلصه لحد دلوقتي عباره عن طماطم صافية. وثوم. مفيش فيها اي اضافات غير الثوم بس. لما نحط الطشه توابل. كده الطشه بتاعتنا والقوطه عصرناها وصفيناها ومحطوطها على النار بتغلي. تمام. كده الطشه جاهزه. هضيفها على القوطه بعد ما تسيب تستوت على النار. تمام. هنقوم مزودين الطشه كده ونقلبها. ونقلبها ونسيبها بقى شويه ل 10 دقايق. تمام. حاطين التوابل بتاعتها. تمام. التوابل بقى اللي هي عباره عن كمون. تمام. كزبره ناشفه وبلح جوز الطيب. جوز الطيب مخلوط بايه؟ مش ممكن ده يكون كله جوز الطيب؟ لا، جوز الطيب مع ورق نوري مع فلفل ابيض. تمام. بعد ما حطينا الطشه بقى وخلينا الصلصه تستوي بتاعت تلت ساعه. تمام. هنبتدي بالكمون. تمام. هنبتدي بالكمون. معلقه كمون. تمام. على الكميه دي كلها معلقه كمون. معلقه كزبره. معلقه البهارات اللي هي جوز الطيب وورق لورا وفلفل ابيض. بس الغالبيه العظمى جوز الطيب. تاخد غلوتين وتطفينا كده الصلصه تعتبر جاهزه. ولا عمرك يوم هتنسى عشان عند ابو طارق. عشان من عند ابو طارق. لما البصل لما نيجي نعمله نفرمه زي الشيبسي كده درجات خفيفه. تمام. ونزود ترانشات رفيعه. ونجيب وعاء مليان زيت. بعد كده نحط البصل بيستوي نطلعه نصفيه. ليه في البيت لما بنيجي نعمل بصل مقلي ما بيطلعش كويس؟ لما بنطلعه بيبقى حلو، لما بيقعد ربع ساعه ده الفخ اللي بنقع فيه كله بيطرى عشان هو بيحط دي حاجه هتجنني. زيته قليل يعني بيبقى الزيت قليل بالنسبه للبصل، بيزودوا البصل في الزيت. يعني فهو السر هنا يعني زيت كتير نحط فيه البصل على قد عنده مساحه فيها. المساحه بتاعته. وبعد كده بيصفى يبقى زي كده ناشف خلاص. الدقه بقى. الدقه. تمام. توم مهروس. كزبرة. كزبرة. كمون. تمام. خل أبيض عادي. خل أبيض عادي. وبعد كده نهرسها حلو ونضيف شوية مية عليها. شوية مية بتحلها بيها يعني. ودي بقت الدقة السرية بتاعت ابو طارق. وبتتزود على تتزود تضاف على الكشري. تمام. بس كده. طيب في الطبق بقى اللي كنتوا غرفته لي بعد اذنك نزله لي على الترابيزة عشان استمتع. ماشي. اكمله 100 100 بالعدس والمكرونة والشطة والتقلية. العدس والمكرونة والشطة والتقلية والشطة والتقلية. صدقني مش هتنسى بجد واستحالة لو كلت عند ابو طارق. ماشي أسامة. تسلم ليك. تسلم ليك. احبش بقى الكشري بتاعي بطريقتي. الصلصة. كل واحد يحط بقى اللي على مزاجه. اللي عايز عدس وحمص زيادة يحط. أنا بقى من أنصار البصل الزيادة. نهاية العالمية. نهاية العالمية. أبو طارق 100 100 وزباينه كتير هم. أبو طارق 100 100 وزباينه كتير هم. تمام. يعني زي ما لما الشاي يبقى مظبوط القهوة تبقى مظبوطة، الكشري ده مظبوط 100 100. يعني أشكرك إنك ما خليتش اي سر ما قلتليش بالنسبه لكشري ابو طارق. شكرا. شكرا. الله يخليك.
لقب الملوكية يكتسب بالاجتهاد.